السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله حابة نتقاسم معكم ونعمل معكم طريقة الجلجلانية بريستيج. هذه توا طالعة برشا وحنا نقولوا دالجة، يعني باش نستحق المكونات اللي هما زوز كيسان سكر عليهم زوز كيسان ماء عليهم شطر مغرفة جليكوز وإلا نصف قارص. بالنسبة لي أنا هوني صبيت السكر وصبيت كاس ماء وحطيت مغرفة صغيرة متاع جليكوز، وبعد باش نزيد الكاس الثاني متاع الماء. بعد نحل كيما شوفوا الجليكوز والسكر مع بعضه ونحطه على الغاز يغلي، لازم يغلي على 125 درجة. انا باش نقيس بالترمومتر، اللي ما عندوش ترمومتر يصب على الرخامة طرف، واذا كان ولا الخليط معاه كعبورة يعني الطريقة والوصفة ناجحة. وهذاك القوام اللي حاشتنا بيه، وانه يولي كي نحطوه في دينا يولي كعبورة باش تجينا الجلجلانية ناجحة. انا هوني تشوفوني كيف قصت بالترمومتر، وصل 125 درجة، جبته من الغاز وخليته على الشيرة. في نفس الوقت هذاك انا محضرة 250 غرام متاع جلجلان معرش ومحمر ومنقي هاوكا، و50 غرام لوز ابيض، و50 غرام فستق اللي هو البيستاش. به الفاكهة اختيارية وتنجموا تعملوا راه برشا موديلات وبرشا انواع. انا اللي ضيق الوقت وما حبيتش الفيديو يكون طويل عملت ثلاثة انواع تقريبا. به اول حاجة كيف تشوف صبيت على كل الجلجلان هذاك السكر اللي طيبته الشحور يعني، وقعدت نحرك فيه بالمغرفة. وبعد باش نعملوا بداية، ردوا بالكم راه سخون ويحرق هاكا. هوني حاولت نحيه من المغرفة، ومن المستحسن انكم تعملوه في صحفة بلاستيك لانه البلار والا لينوكس يلصق فيه، البلاستيك ينخلطوا فيه ما يلصقش. هاكا هوني بديت نعمل في الخليط متاعي، وتو تشوفوني كيفاش باش نعملو كيما نوع البودان، وباش نحضر اكل بيستاش كيف كيف باش نصب فيه السكر. وبالنسبة للوز كيف كيف نخليكم على الفيديو وشوفوا الطريقة كيفاش. جا الوقت للتشكيل وكيف باش نعملو هاكا البودان. نقعد نستوي فيه تو، باش ناخذ سكينه ماضيه ونحاول نحلو على زوز باش نحشي فيه اكل بودان الاخر اللي عملته متاع الفستق. نحشي هاكا في وسطه وما نخليش يطالع، ونحاول ننزل عليه ونسكر بعد اكل الجلجلان تاعي من فوق، ونعاود نخدمه مليح بدايه ونستويه ونحسنه. وباش نخليه على شيرة ونخدم طريقة أخرى وحاجة أخرى تو تشوفوها في الفيديو من غير ما نقعد نطول عليكم بالكلام. تابعوا الفيديو
تو تشوفوا الباقي ونوع التشكيل اللي عملته انا. اما انتم تنجموا تنوعوا وتشكلوا، تستعملوا قوالب السيليكون، تستعملوا كل شيء، راهي وصفه بنينه وناجحه. نخليكم مع الفيديو. مع خليط اللوز الابيض انا حطيت اوراق متاع ورد باش يعطيك اللون الاحمر ولا الموف ولا اللي عندكم يعني. وباش نعمل يعني هكا حبيت تشكيله جديده. شوف الفيديو. نورمالمون نستعملوها ونحطوها في وسط قالب البجوية. عندنا قالب يعني خاص بالبجوية نعملوا به الكاريات والمربعات. انا هوني استعملت قالب البقلاوة اللي عندي خاطر ما عنديش القالب تاع البجوية موجود، يعني استعملت بالموجود. هاو كهوني حاولت نشكلها ونقصها، وجيت هوني نظفت البلان دو ترافاي تاعي وباش نبدا نقص في البودان ونركح فيه. وطبعا نقولكم ان شاء الله عجبتكم الوصفه وان شاء الله عجبكم الفيديو. كملوا للاخر، ما تنسونيش في لايك واشتراك وتعليق. ما بقى لي كيفاش نقولكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وكملوا للاخر.